قال لك العقلية بتاعت اللعيب. لازم، ولازم طبعا اللعيب يصدق ان هو ما يلعب قدام الزمالك، بيلعب قدام اي فريق عايز يكسب يعني. وهو قال نقطة مهمة، انه هو عنده 3 لعيبة اصلا اوريدي من الاهلي، وكام لعيب برضو من الزمالك، ولعيبة تقال يعني. يعني ما هو لما تبقى واخد لعيبه فقال المفروض يبقى عندهم خبرات عقليتهم يعني، كده، المفروض يبقى عقليتهم شرسة زي ما حضرتك بتقول. متربيين على ده يعني. بس يا ترى اللعيب لما بيتنقل من الاهلي او الزمالك يروح فريق تاني، بيبقى بياخد معاه العقلية بتاعت القميص بتاعت الفانيلا دي، ولا بيسيبها حلو السؤال بط ده، اللبس؟ حلو السؤال ده. ما بيروحش بالفانيلا اصلا. ما بيروحش بالفانيلا. لا طبعا بياخدوها منه. ومع الفانيلا يتسحب منها الفكرة، تتسحب منه الفكرة اللي هو كان بيعتنقها. انت عارف، اسأل لعيبة الاهلي والزمالك ولعيبة الاندية كلها، لما تلبس القميص ده بيحصل لك ايه؟ سوبرمان، بيحصل لك ايه؟ بدلة حديد. وبعدين ده دلوقتي مسألة قدام جمهور يعني محدود يعني، لكن ده كان قبل كده بيبقى قدام 100,000 و70,000 و80,000 في أتفه المباريات يعني. أقصد مباريات الأهلي مع البلاستيك، ها أنا حضرت ماتشات فيها 70,000 و80,000 ومتذاعة في التلفزيون يعني. ما ده مش موجود دلوقتي الحقيقة يعني.